السلام عليكم اخوان، ما عادش نغبروا عليكم مره كما تشوفوا راه الدومين عندنا ديال العراس، ديال التصوير ديال العراس حتى هو راه كنحاولوا، راك عارفين الحال سخون بزاف والسوق باقي خاوي. حاولنا نخرجوا نشوفوا الاثمنه شحال دايره اليوم في السوق. المهم راه كل سيمانه غنحاولوا سوق جوج ثلاثه السواق في السيمانه ان شاء الله، راه غادي نصورهم واخا نجيو من الخدمه للسوق ان شاء الله عاد نرجعوا نعسوا. يلا باش ما نغبروش عليكم، باش يبقى واحد التواصل ما بين القناه وما بين السواق. ان شاء الله يفوت الصيف ديك الساعه راه كتقلال شويه الخدمه وغادي نبقاو معكم ديك الساعه كل سوق. يلا خليكم مع الخميس تاع ولاد موسى اليوم 13/7/2023. اخوان ديما نفكركم ما تنساوناش بالتعليق وبشي لايك يكون مزيان، وكتبوا لنا اش من سواق اللي بغيتوا نديروا فهاد، يعني غادي يكونوا عندنا واحد ثلاث سواق تقريبا حتى لجوج في السيمانه. قولوا لنا اش من سواق بغيتو من المناطق السياحيه ان شاء الله ضروري، هذوك راه غادي نديرهم حتى هما مره. يلا خليكم معنا. انا با حسن هو دابح حنايا بني ملال. شحال دايره سي حسن اللحم اليوم؟ اللحم اخويا داير 80 درهم. 80 درهم 80 درهم هو العجل. والله خاص الشاري دابا على المناسبات ياك؟ على المناسبات وما الناس راه مسكته ياك باقي مسكته باقي الثلاجه عامره. عامره الثلاجه. كاين اللي عنده مناسبة عرس حجاج. والله صايب. اللهم امين. ها هو راه المليح كاين. المليح كاين، لا ما كاين المليح راه ما كاين والو. اييه. الجودة ديما. داك الشيء اللي كاين باش معروف حسن. الحمد لله. واحد اللهم ما يتحرك ولا يبقى مريح. داك الشيء اللي كاين. اللي مولف الخدمة. نمشي ونجيب. صافي. صافي. ونحطوا اللحمات قدامنا والله يجعل البركة. انا اللي بغى عند حسن مرحبا، اللي بغى شي وزنات يجي مرحبا. هاكي وما قال لك الوكاله راه باقي سد عليه في الثلاجه. باقي وباقي القديد ما بدا. مازال القديد تا هو. يلا الله يصايب. لان هاد العمده زغلة عند الناس. اييه. السعاده زادت غاليه. يتسارحوا. يتسارحوا مسكره الناس تكلفت وتسلفت. ولكن اللي عنده شي مناسبه راه ما عنده. بزز عليه. بزز عليه. اللي يضحك هو يبكي. اللي عنده مناسبه. اييه. والله صايب. اللهم امين. والله خير والله خير. والله يا ما تمشي ما تمشي. شحال داير هذا المليح ربيع؟ 80 درهم. 80 درهم اش غنديروا؟ واخا السوق راه تزاد. الناس راك عارف الناس راه عيدات وعرفات اللحم شحال راه كاين يطلع عليه ب 2000 وفي الصفقه. الحجه المناسبه ديال الحج. دابا مازال ما كاين خروج دابا. وراكا كله كليان وكله ناس. كما كان الحال انا راه البارح راه جوجونا مجابين. اللي ذبحت البارح؟ واني الحجاج ماشي الوزن. راه داكشي اللي قلت لك دابا بحال كل المناسبات بحال العراس. راه الصيف هذا الناس الجاليات فلات. راه حنا براسنا دروكا لا جينا مره ولا جوج في السيمانه راه مابقاش عارف الدومين اللي عندنا حنا حتى هو الدومين ديال العراس. الناس راه الصيف هذا العراس يعني مره والمناسبات والحج والجاليه راه دخلات. مازال ما كيطلعش الجاليه بحال جات شويه الماديات بحال ناقصه. 11 وما تسيف لي السرايان. السرايان حبيبنا. ما بغاش داك بزاف. انا صوري عرفتي علاش؟ انا نسوق بالجعد والله الا مشيت معايا الصباح. عامر السوق بالجعد؟ عامر بني بداخل اسطى. بقري غلمي انا غادي نديروه ان شاء الله السيمانه الجايه. باقي الناس مبهولين باقي النيابين حتى واحد السوق راه باقي السوق ما عمرش تتعامل حتى دروك. المليح ما تشقاش هكا غير الناس كاملين. لا هو نبلع من هنا ونجيب جوج نبلع من هنا. والله ما في حتى بوال 60 درهم الكيلو غير نوكش من كرش ياك. وفين مشى الواليد؟ الواليد باقي كونجي ياك. ما تيتحرك تيتزول بالديدة تيتزول الشعلة صافي. بقات لها جوج سيمانات.
قلت لها جوج سيمانات قال لكم يبداو التعارج. سلام محمد ورحال حناني محمد سلم قاع اصحاب الجاليه مرحبا والله نور الحال يلا شحال داير الشيء محمد؟ 70 درهم. اوكي مرحبا بكم ثاني. نقول لي اول نهار خدمه ولا تا من بعد بعد العيد؟ جوج مرات. ثالث نهار البرا ديالي الاولى ياك؟ الثانيه. اوكي وكي داير الاقبال؟ شويه وصافي باقي الناس عند الاقبال. باقي الناس شبعنا شي ولا؟ ايوا كل واحد وكيفاش. دابا كل منطقة تقريبا على ما أظن ياك؟ المنطقة وكيفاش. كاين كيما قلتي كاين المنطقة اللي تتقلب على اللحم من سي من ديبار هاد نعمير تيقلبوا على اللحم من البلاصة. وشحال داير الشيء قلتي لي مخلط؟ 70. والتقلية؟ التقلية 30. وبالنسبة للحم الراس؟ الراس كاين 60 كاين كل واحد 11000 ما كاينش. قلتي كل إقبال شوية ضعيف دابا ياك؟ تيبان لي حتى بنادم باقي والو غير شي وزان ديال صحاب قليل اللي دابح اليوم. ها غير صحاب الحج ولا صحاب انا اللي عنده شي مناسبه العراس واللي بالنسبه لعندو شي عرس ولا فرح ولا حجاج ولا الحم كوكا. ها راه كاين اللي بحر الدلميكا باش يقرض الحم. يلا الدلميكا باش يقرض الحم والله صايب. شحال داير الشي اليوم؟ 80 درهم. احنا سي كونتر جور والحم الراس؟ الحم الراس 60 درهم. 50 درهم والتقلية؟ 80 درهم. بالنسبة لهاد الكريعات هادو؟ هادوك 4400 بحال 55 درهم الوحدة. كي راه غلاضات شوية. المهم قداش على حساب ولكن ربعين. وييي والله يجيب التيسير. الله يحفظك. الله يحفظك. برادية 80 درهم 90 درهم 90 90 درهم شاد في العيد. اوكي الخدمة يضرب ال 100 عاد تقعد الخدمة تحرك يدخل شهر 8 ولي 100 درهم 100 درهم تعاود. واش دابا كاين على الوزنات ياك على المناسبات؟ المناسبات دابا كنا هو العياد ما كان والو ما داير كاع باقي مسافر. باقي ان شاء الله البحر يضرب الحوت. الراس 12 111 لا. وبالنسبة للشيء ما تقلقش شحال داير هاد المليح بعدا؟ 80 درهم 80 درهم المسالك شار حاج ونعجل البلدي دي فلوس. واحد الواحد قال لي البلدي راه ما تيفوتش 100 كيلو كيفاش؟ لا كاين الفيتا. ها؟ قالك سيدي البلدي ما تيفوتش 100 كيلو. ها بالنسبه للعيد ها غادي يفوت الميتين ياك وييه هذاك الشيء مليح داك الشيء وبلدي. واحد النهار هضرنا على البلدي قال لك هذاك الشيء الرئيس قال لك البلدي راه ما تيفوتش 100 كيلو علاه تيكون صغير دارون اش عبر 16 درهم هذا دارون 70 درهم الكيلو. ¿Qué es lo que se llama?
العنب 15 درهم.